السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. بسوي معكم اليوم كبسة الهبة. ترند التيك توك هو فيه هبة تطلع وما أسويها؟ في البداية اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، ولايك وكومنت إذا عجبكم الفيديو. نبدأ بالمقادير. في قدر على النار أضيف الزيت تقريبا ربع كوب، بعدين ننزل عليها بصلة مفرومة كبيرة الحجم، نحمسه على الزيت، بعدين أضيف البهارات الصحيحة ونحمسه مع البصل. بعد ما تحمر البصل أضيف الطماطم، حبة طماطم كبيرة الحجم، وأقلب. بعد ما ذاب الطماطم تقريبا نضيف قرنين فلفل، انزل عليها ملعقة كبيرة ملح، نص ملعقة بهارات مشكلة، واقل من نص ملعقة بهار الكبسة، ومكعب مرقة الدجاج. بعدها اضيف 3 ملاعق كبيرة معجون الطماطم وملعقة صويا صوص حلوة. هنا شفتهم يضيفوا اكثر، بس الصراحة خفت يطلع الرز حالي بزيادة، ونقلب. بعدها أضيف شوية موية حارة ونخليه يتسبك. وننزل عليها الدجاج ونقلب. بعدها أضيف موية مغلية لنغطي الدجاج، 3 لتر موية تقريبا، 4 أكواب. بعدين أغطي القدر وأخليه يستوي لمدة 35 دقيقة. بعد 35 دقيقة نشيل الدجاج وندخله بالفرن يتحمر. أنا حمرته في القلاية الهوائية، تقدر تستغنوا عن هالخطوة إذا مو حابين تحمروا الدجاج. بعدها أضفت رز أبو بنت مغسول، ينفع كمان تستخدم رز أمريكي. المعروف إن الكبسة تنعمل برز طويل الحبة، بس صارت كبستنا ترند يوم صاروا يستخدموا رز قصير الحبة. والله حظ رز أبو بنت قام حظه كمان، ما أدري إحنا متى تقوم حظوظنا. فحطيت الرز وزودت مويه مغلية كمان عشان ما نقعت الرز، فشرب مويه كثير. قعدت أزود مويه لين استوى الرز وغطيته وخليته يكمل استوى على نار هادية لمدة 20 دقيقة، وكذا صارت كبستنا جاهزة. يمي يمي، بصراحة كان لذيذ. هالمرة ما في أي تأليف، بس اللهم غيروا نوع الرز، والمكون الثاني اللي ضافوه صويا صوص وبس. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تسووا لي لايك وسبسكرايب، وشاركوا المقطع مع أصدقائكم، خلونا نوصل للـ1000 مشترك، وشكرا على المشاهدة.